وصلنا لنهاية صباحنا لليوم وحنروح للريشة والألوان. وقت نقول فلسطين نحن عم نحكي عن أهم القضايا الوطنية الثابتة اللي تناولها جميع المواضيع الأدبية الإعلامية الفنية والدرامية. اليوم وقت نقول الفن التشكيلي أيضا هو حمل ضمن رسالته إسقاطات كثير على القضية الفلسطينية، قدر يعبر عن هاي القضية بالريشة باللون بالإحساس. واليوم هيك ضيفنا له حالة خاصة مميزة بحياته، إن كان بحياته الشخصية أو حياته الفنية، ودائما هي المرأة كانت أساس بلوحاته ليعبر فيها عن القضية الفلسطينية. أكيد يا رشا، رح نحكي أكثر عن لوحاته اللي بتلفت الانتباه وبتركز على الجمالية اللي بتتميز فيها فلسطين. أكيد بصيرنا نرحب بالفنان التشكيلي محمد الركوعي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير للمشاهدين. أهلا وسهلا أستاذ محمد، نورت صباحنا لليوم وفخورين نحن بكل إنجازاتك ولا بكل المسيرة الشخصية اللي نحن أكيد هلأ رح نحكي عليها. بداية وقت نقول الفن التشكيلي، عم نحكي اليوم عن إحساس، عن إبداع، عن رسالة أنت عم تحب تقدمها من خلال هذا الفن. قد ايه اليوم قادر توصل مشاعرك من خلال اللوحة؟ بعد ما بدأت أحداث فلسطين يوم 7 أكتوبر، يعني تغيرت فينا المسار الفني، يعني الألوان نفس الألوان، المرسم نفس المرسم، الفنان بس كان في مشاعر للأحداث اللي حدثت بفلسطين، للحدث الكبير لأول مرة، يعني جزء من المقاتلين بيقدروا يحتلوا جزء من فلسطين ويرجعوا، وبعدين شن حملة همجية من كل أوروبا وإسرائيل على شعبنا، فصار شهداء كثير. فيعني أنا معظم لوحاتي اسمها اليوم الصاعدون إلى السماء الشهداء، يعني بعبر بكل لوحاتي. حتى اليوم نزلت لوحة على الفيس، مرأة يعني مستشهدة بالهواء صاعدة إلى السماء. فيعني هذا دورنا، دورنا بالألوان باللوحات بنعبر عن تعاطفنا وموقفنا الثابت لحرية شعبنا ونيله استقلاله وأخذ دولة مستقلة زي شعوب العالم. إن شاء الله كلنا عايشين على هذا الحلم وإن شاء الله بتحقق عن قريب. آمين يا رب. طبعا حضرتك قمت مؤخرا مع مجموعة من الفنانين التشكيليين وبالتشارك مع السفارة الفلسطينية برسم جدارية لفلسطين، خلينا نحكي عن هذا العمل. عملت جدارية بمناسبة انطلاقة الجبهة الشعبية، 3.5 متر بمترين، ودخلناها للمخيم. إجا فكرة كمان عندي، شفت السفير قلت له شو رايك نعمل جدارية لفلسطين، نسميها جدارية فلسطين، شاركوا فيها 20 أو 30 فنان، فوافق. كانوا كلهم جنسية فلسطينية أو سورية فلسطينية الفنانين؟ لا، سوريات وفلسطينيات. أنا جبت الأولى نسيت أجيب رسامات فنانات، فالثانية جبت 12 فنانة رسموا وست فنانين، وصلنا للعدد 18 باللوحة. فثلاث قطع وكل فن، كل ست فنانين رسموا بلوحة، الآن هي معروضة بصالة لؤي كيالي. افتتح المعرض يوم 2 يوم 15 من هذا الشهر، وإجا جمهور كتير، وعبرت كل فنان عبر عن رؤيته للأحداث وموقفه وتضامنه مع فلسطين. فكان أنا الهدف إنه فنانين اليوم الفن له دور وله موقف، يعني وله رسالة، أهمية بالنضال، فدخلنا هذا النضال من خلال الألوان واللوحات، هذا اللي بنستطيع نعمله الآن. تعبر فيها عن مواقفكم. طيب أستاذ محمد، خلينا نحكي عن أكثر اللوحات اللي كانت موجودة ضمن المعرض، يعني على شو كان التركيز الأساسي لحضرتكم؟ معظم اللوحات عن يا شيء اجتماعي يا شيء وطني عن فلسطين رسموا. عرضنا الجداريات الثلاثة، هي جدارية واحدة بتصير، وكل فنان من اللي شاركوا وحتى فنانين آخرين دخلوا يشاركوا بالمعرض، فكل واحد جاب إشي رسم عن القدس، إشي رسم عن أحداث فلسطين الآن، إشي رسم يعني مثلا في بنت راسمة دحدوح معلش كاتبة على صدره، فكتير يعني الجمهور تجاوب مع هذه، وكان وسائل الإعلام كتيرة اللي إجت، يعني حوالي 6-7
قنوات لأنه الإعلام السوري الآن مركز ومتضامن معنا، فشكرا لكم لهذا التضامن وهذا النشر. واجبنا دائما الإضاءة، وهو هم مشترك وحلم مشترك مو بس للفلسطينيين، نحن كمان كل العرب اليوم هذا الهم. اليوم عم شوف هيك بروشور لحضرتك بيضمن أعمالك الفنية. عملت معرض فحطت بعض لوحاتي بهذا الكتالوج اللي رسمتها من 2019-2020 يمكن، فهذا الكتالوج قديم ولكن أنا حبيت أهدي لكم حتى تشوفوا لوحات الآن. فخورين بكل أعمالكم نحن. طب أستاذ محمد، شو أهم الأعمال يعني أو اللوحات الفنية اللي شكلت اليوم نقلة نوعية بمسيرتك الفنية؟ أنتم بتعرفوا أحداث فلسطين الآن، الإسرائيليين برحلوا الناس من الشمال إلى الجنوب، فأنا عنونت معظم لوحاتي موسم الهجرة إلى الشمال. يعني لا 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 تردوا على الإسرائيليين، ابقوا بأرضكم ابقوا، فكانت هذا العنوان. فكثير انشدت الناس للوحاتي كلها تقريبا عن الصمود الشهداء، وعبرت بالألوان. أنا هدول اللوحتين يعني حبيت أهديكم إياهن يعني أنتوا. شكراً، عم نستعرض يعني على الهواء. ونحن حبينا هيك نستعرض اليوم أعمالك وريشتك اليوم، هي رسالة، ولكن دائماً الملفت بعملك أو بلوحاتك وجود المرأة الفلسطينية بالزي الفلسطيني داخل اللوحات. اليوم هيك خبرنا عن هذا السر. الإنسان يعني الفنان ابن بيئته، فأنا الأشكال الفن التشكيلي هو فن الأشكال، يعني احنا بنستخدم الشكل بالرسم عشان هيك سموه فن تشكيلي. فإحنا يعني الأشكال اللي أنا بشوفها من البيئة تبعتي أنا اللي بنفذها باللوحات. أنا برسم من بيئتي، برسم القضايا اللي بتهمني، برسم الأحلام تبعنا. يعني أنا دائما برسم مثلا بيوت شوارع، هذه أنا شفتها بالسجاعية بغزة، هذا المنظر هو موجود بحلب، بدمشق، بالقدس، بنابلس. أنا شاهدت كله، رحت على القدس، رحت على نابلس، وأنا كنت بغزة، مواليد غزة أنا، ورحت على حلب، فنفس المنظر. فبلاد الشام كانت، وهي يعني التعبير كله عن البيئة أو الموقف الوطني باللون وبالريشة وبالتعبير عن القضايا اللي إحنا بنعيشها. برأيك هل بتعتبر لوحاتك الفنية اليوم هي القائمة على الدفاع على الهوية والتراث الفلسطيني، هي رسالة فنية يمكن إيصالها لشرائح كبيرة ومتعددة داخل فلسطين وخارجها؟ طبعا احنا بنعاني الشعب الفلسطيني من التزوير اللي بيقوموا فيه الإسرائيليين، بأن هم بحاولوا ياخذوا تراثنا وطعامنا ولباسنا. فإحنا بندافع من خلال الرسم، من خلال إحنا أصحاب الأرض، إحنا أصحاب التراث. فكل لوحاتي بس شوفوا لوحاتي بقولوا لا أنت فلسطيني، لما أكون مش من فلسطينيين بقول لهم طبعا. فلوحاتي كليتها عن الوطن، عن الحلم بأنه يصير لنا بلد. يعني مثلا الرسم اللي حملتيها هلا مزهريه، احنا بحقنا كفنانين، وانا كمقاتل سابق وسجين واخذ مؤبد، اني ارسم ورد، ارسم مزهريه، ارسم باقه ورد، ارسم شوارع دمشق، شوارع غزه، شوارع نابلس. فالبيئه والحداثه، انا هلا بتوجه لحداثه الفن بالنسبه لي، انه الرسم ما يكون مباشر، يكون ضمن تراكيب جديده. وأنا ما تعلمت بمدى، يعني أنا كنت مدرس فنون لكن أنا فنان منذ الطفل، ما تعلمت من المدرسة، فهذه مدرستي أنا، أنا اللي بألف الأشياء الجديدة اللي من اللوحات اللي راح تعرض أو بتشوفوها. هي لوحات جديدة كمان، يعني بتعبر عن دائما مواقف، ومواقف دائما وطنية، لأنه أنا قضيت حياتي بالسجن. يعني 13 سنة قعدت بالسجن وخرجت تبادل أسرى، فلا يمكن أنه أنا أنسى أنه يوم أنه أنا نضلت من أجل حلم أنه أقل شيء صرنا بلد، صرنا دولة زي العالم. صحيح، خلينا نركز على هاي النقطة اللي ذكرتها، يعني أسير محرر و
مثل ما قلت تبادل بتبادل الأسرى تم إطلاق سراحك، ولكن 13 سنة هي ذاكرة وتاريخ لحضرتك، يمكن كان عم يمرق اليوم بسنوات وأنت ضمن السجون الاعتقال، شو حملت ذاكرتك من هي الفترة وشو أعطت لمسيرتك الفنية؟ يعني أنا لما دخلت المعتقل شفت برسم على الرسائل حمامات وورد وإشي، فأنا حبيت أرسم، رسمت هدية لأختي، أول شيء كانت أختي معتقلة عمرها 14 سنة دخلت السجن يوم واحد بصير عمرها 14 سنة دخلوها السجن لأنه كانت حاملة أسلحة أو يعني تعاون معنا، فحبيت أهديها لوحة، رسمت لها وجهها تخيلته مع معي صورتها بالسجن وفي وردة. بعدين إجا انطلاق أن أرسم أشياء ثانية عن فلسطين، عن الأحلام تبع السجين أنه بالحرية، ورسمت كثير لوحات عن الحرية، وفعلا أنا نلت الحرية بس مش بنهاية الحكم، أنا محكوم 300 سنة كيف بدي أطلع، بس خرجنا بتبادل الأسرى. الله كريم. خرجت أحلامي من خلال اللوحات، من الألوان البسيطة، أنا اشتغلت بألوان بسيطة ألوان قلم الناشف، لكن طلعت لوحات حلوة. أكيد بدنا نتشكرك، ودائما بنتمنى هي الأعمال اللي دائما بتوثق التراث الفلسطيني والهوية الفلسطينية. شكرا لك كثير. العفو لك، وشكرا لك. شكرا أستاذ محمد لحضورك، تحية من خلالك لجميع المقاومين الفلسطينيين، وهيك إن شاء الله هذا الحلم نشهده بالأيام القادمة. شكرا لحضورك، نورت صباحنا. شكرا لك، والمقاومة من الفن اليوم بالنسبة لي كما كنت حامل سلاحا سابقا. شكرا لكم، يسعد صباحكم.